صباح الخير عليكم. اليوم دايز من هنا بالصدفة، الزنقة اللي دزت من هذاك النهار اللي قلت لكم من واحد الزنقة زوينة في فريبو، وكنسى بأن نهار الأربعاء كيكون فيها المارشي، مي جيت مع الطلبة. أنا غير طلعت هكا نشوف واحد المكازا هنا بغيت نتقدا شي حاجة ولا نلقى سميتو، سي فغيمون دوماج. مي داكشي اللي بقى كوميم غادي نكون نصور معكم كوميم هذا الفيديو هذا، وشوفوا يعني شوفوا الفرق ما بين اللي كيكون المارشي وهاد الناس اللي كيبيعوا هاد اللعيبات ديال المأكولات. وداك الشيء كي كتبدل شويه الوقت وكيولي فيها شويه ديال الرواج. داك النهار دزت في نفس الوقيته هنا وشفتوا الدنيا كيفاش كان، زعما داك الشيء غريب جدا. فوالا يعني واخا كلشي هنا هما كيحبسوا مع داك دوك الناس اللي كيجوا بكري شويه، كيبداو يحبسوا مع ديك 11 ولا 11 ونص، وهادي وي 11 ونص هادي ديجا. الناس كيديروا الصف باش ياخذوا داكشي اللي غادي يتقداو. هذا شوف سين فرماجري، يعني كيكون داكشي زوين هنايا. كنشوفوا ان الاغلبيه ديال الناس جمعوا المسائل ديالهم، مي باقي شويه هادو اللي هنايا غادي نحاول ندوز للجهه الاخرى باش ما ندوزش في اللور ديالهم. ولا ديال الزنيقه اللي درت كنا هي القهوه اللي داك النهار لقيتهم كاتبين على هذيك اللعبه ديال لي سينو طرافايي. فوالا ها هما الناس خدامين، مازال شويه اللي عنده شي حاجه مازال ما يتباع كيبيع فيها. اي فوالا لا ريد غومو ملي كتكون هكا يعني فيها شويه ديال الرواج وداك الشيء كتكون داك الشيء زوين. وشوف بحال دابا لي ماكازان ملي كيكون هاد الجور دو مارشي هاد الاربع كيخرجوا حتى هما، غادي نبدا ندوز من حداهم ونوريكم كيخرجوا لي سولد اللي عندهم باش كوم سا حيت كيكون شويه ديال الرواج. الخضراء باقيين هادو كوم محلين، هادو عندهم كلشي بيو. الا كتبان لكم هذيك اللعبه ريبير هوف بيو، كيبيعوا غير الخضراء بيو داكشي يعني. ايلين با لي كاميرا تسمح لينا يعني. فوالا شو انت فان تي بو دو ريغاردي ان تي بو سكي سباس. فوالا باقيين الناس كيبيعوا شويه هنايا، فوالا لان سي فريمون دوماج. وكاين عاوتاني الجنب الاخر اللي مليه حتى هو من الجهه الاخرى فيه شي لعيبات اخرين. غادي نحاولو نقطعو ندخلو نقطعو ويخلو الطوبيس يدفس. وما نقولش لكم الجو اليوم ولا رجع ليا الاعتبار ديالي على داك العصا اللي كليت نهار السبت، رجع ليا الاعتبار ديالي. ها هو التتمة ديال السوق. شوف هذا عندهم لي بيسكوي المسائل، سي فريمون سامبا. كتلقى يعني شوية د الحياة هنايا وداك الشيء يعني سوبر. واو أو. لا تقولوا ما عندناش المارشيات حتى حنا في سويسرا، احترمونا شوية خا انا المارشي ديال هنا يعني راك بارفوا كتخلص أكثر من اللي كتخلص في سميتو، أكثر من اللي كتخلص في لي ماكازا العاديين. ولكن الناس على ديك الشهوة ديال أنهم يجيو المارشي وهذا، وسيرتو اليوم الجو زوين فزعما سعيد بوكو. اللي سالا وياس هادي سين بولونجري. انا عندهم داكشي ديال سميتو ايوا سبحان الله. ما بين داك النهار واليوم الحياة هادشي كلشي يعني كلشي داروا المارشي اللي كاين. وهذه هي التتمة ديال الزنيقة اللي قلت لكم من لاغي ديال غومون كتهبط لاغي دو لوزان، تاهي سي اون رو بيتون كيدخلوا لها غير بحال دابا بان لكم هاد البيس هذا، راه سي جوست داكشي الا كانت لا ليفغيزون ولا شي حاجه اللي عندهم الحق يدخلوا، ما الناس ما كيدوزوش من هاد البلاصه الطوموبيلات. وفيها بحال هاد الزنيقات هادو اللي كيكونوا جايين من الفوق وداك كيف ما بارليت
ايوا وهاد الزنقه حتى هي عامره بلي ريستورون قهاوي وداك الشيء يعني ممتاز جميل جدا لي ليبريري وفيها واحد هاد لا فروماجري هنا معروفه سي فروماجري سميتها لارتيزون عندها داك الشيء زوين داك الشيء ديال دابا تو داكشي ديال لا فوندو ولا راكليت هما ديجا حاطين هذوك لي كاكلون ديال لا فوندو هاد لا فوندو اللي باقي ما سهلش الله نديرها لكم شي نهار بون الناس اللي ما كيعرفوهاش اما الناس اللي كيعرفوها ماشي مشكل يعني فريمون زوينه كما قلت لكم الفرماج والخبز ولكن راه يعني الناس اللي عزيز عليهم الفرماج راه ما يشبعوش منها واخا هي كتقل شويه فوالا كنظن انني غادي نحبس الفلوغ هنايا هانتوما حوايج العيالات ديما ما كاينه 70% المسائل حنا كنتوفاو ماشي خاصنا الا دبرنا على شي اوكازيون مره في العام نقولوها لحد يلا غادي نقطع دابا هذا الفلوغ هذا وحتى نعاود نشوفوا شي حاجه